بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. لقد جرت عادة الله تعالى إنه يوفق الخلص من عباده الصالحين عباد الرحمن بإنه يطلق ألسنتهم بما يفتح به سبحانه وتعالى عليهم من فهم معرفة عن الله تعالى رب العالمين من دعاء ومناجاة وغير ذلك. وجاء في القرآن الكريم بعضا من مما دعا به عباد الله الصالحين، ومن ذلك قولهم فيما أخبر عنهم رب العزة جل جلاله حينما تحدث عن صفات عباد الرحمن وأوصاف عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية الكريمة توضح إن من صفات وأحوال عباد الرحمن إن هم دايما بيتوجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى طالبين من مواهبه، طالبين من عطاياه المتنوعة، والتي منها هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني نسألك ربنا أن ترزقنا بفضلك وأن تمن علينا بمنتك فتجعل أزواجنا وأولادنا طائعين لله تعالى، صالحين في الأفكار والمعتقدات والأقوال والأفعال والأحوال، فيكونوا من أهل البر وأهل التقوى. لأنه لا يوجد شيء أقر لعين الإنسان يسعد به الإنسان من أن يكون أهل بيته طائعين لله تعالى بارين صالحين. سواء الزوجة تتمنى إيه غير إنها تجد زوج صالح لا يؤذيها ولا يخزيها، وتجد ذرية طيبة صالحة تقر عينها بها. وكذلك الزوج، ما هو الذي تقر عينه به؟ زوجة صالحة وذرية صالحة يعينوه على أمر دينه ودنياه، فده شيء يسعد به الإنسان وتقر، ده معنى تقر به الأعين، تسعد، حاجة تملى العين كده وتفرح العين وتسعد النفس أن أجد الزوج من أهل الصلاح والذرية كذلك، وأن أجد زوجي كذلك، وهكذا رجالا ونساء. فمعنى الدعاء يشمل النوعين. وفي هذا الدعاء المبارك الوارد في الآية الكريمة على ألسنة عباد الرحمن، واللي القرآن الكريم بيسجله لينا عشان نتعلمه، إن هما مش بس بيسألوا المولى سبحانه وتعالى الولد والزوجة فقط، يعني مش يا رب يعني هب لنا أزواجا وذرية فقط، لا، أنا مش عايز الهبة دي أي هبة، ده عباد الرحمن بيسألوا ربنا ما هو أعظم من ذلك. إنما هو سؤاله تعالى بأن يجعلهم طائعين صالحين حتى تقر بهم الأعين. فعباد الرحمن يطلبون في دعائهم من ربهم نعمة الزوج والولد من الله تعالى، لا بقصد التنعم فقط، ولكن لكي يعبدوا الله تعالى ويقومون جميعا بطاعته فتقر أعينهم بذلك وتسعد وتهنأ، فيجتمعون جميعا في الدنيا على طاعة الله تعالى، وثم بعد كده يكون الفوز المبين في الآخرة بدخولهم الجنة، لأن الصالحين قرة أعينهم وسعادتهم في إن هم يكونوا أهل تقوى وصلاح، وأزواجهم وذريتهم يكونون كذلك. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الناظر في هذا الدعاء والمتأمل فيه يجد إن عباد الرحمن
لا يحبون أن تأتيهم النعمة في غير طاعة لله تعالى. يعني مش عايزين أنه تنهمر عليهم النعم من غير طاعة، ملهاش لازمة. ده معنى وفحوى دعائهم، لأن معلوم أن الزوجة والأولاد والزوج والأولاد هم أهم زينة في هذه الحياة الدنيا، كما أشارت لذلك النصوص المتنوعة. لكن عباد الرحمن طلبوا هذه الزينة، الزوج والأولاد أو الزوجة والأولاد، طلبوا هذه الزينة، وكان رجاؤهم الأهم هو أن تكون هذه الزينة سبباً لرضوان الله تعالى، وعوناً على طاعته وابتغاء رضاه سبحانه وتعالى. ولذلك طلبوا أن تقر أعينهم بذلك، تقر أعينهم بهذه الزينة. ولن تقر أعينهم إلا إذا كانت هذه الزينة سبيلا لرضوان الله، وكانوا هم كمان على رضوان الله سائرون. لأنه الإنسان، لأنه أهل عباد الرحمن متلبسون بالطاعة، هم حريصون عليه. وكل من كان مشتغلا بالطاعة، يعني مشتغل يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، إنه يكون دايما على طاعته بعيد عن معصيته، اللي ده حاله لا يوجد شيء يكون أقر لعينه ولا أفضل من طاعة الله والعمل الصالح. ودعاء عباد الرحمن ده بيدل على إيه؟ هما بيسألوا المولى سبحانه وتعالى السلم والسلام داخل الأسرة، لأن هذا الدعاء بيعين على إن هما يعيشوا في سلم وسلامة، والأسرة هي لبنة المجتمع. فهم يدعون ربهم ويرجون خالقهم سبحانه وتعالى أن يجعل من أزواجهم وأولادهم نعمة لا فتنة، زي ما ورد التحذير في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهم عايزين إنه الزينة والنعمة دي تكون نعمة مش فتنة، عايزين الاستقرار في بيوتهم، عايزين الهدوء في بيوتهم، عايزين المعونة على اصطحاب الزوجة، والمعونة على اصطحاب الزوج، والمعونة على تربية الذرية. ومن أسباب التوفيق الإلحاح بالدعاء، لذلك أورده الله تعالى في كتابه على لسان عباد الرحمن. دول مش أي عباد، الله نسبهم إلى نفسه وإلى ذاته جل جلال الله. وهذا المعنى من فهم عباد الرحمن ونور بصيرتهم، لأنه لو أهمل المرء رعاية أسباب صلاح الزوج والذرية أو الزوجة والذرية صاروا فتنة. لذلك ألحوا في الدعاء وتضرعوا إلى ربهم بالذرية، بالزوج والذرية التي تقر بها الأعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم كان من دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. نسألك أيضا مولانا أن تجعلنا بفضلك وبكرمك أئمة يقتدى بنا في تعاليم دينك لأهل التقوى من عبادك الذين يخشونك ويخافونك ويحذرونك، لنكون سببا مولانا في إقبال الناس على الطاعة والعمل الصالح. يعني هم عباد الرحمن يسألون الله تعالى بعد أن سألوا لأنفسهم الزوجة الصالحة والذرية الصالحة، الزوج الصالح والذرية الصالحة، عشان يبقى فيه استقرار في البيت وهدوء وسعادة، والإنسان يعدي الحياة الدنيا بسلامة وسلاسة إلى أن يصل إلى دار السلامة في الآخرة. مع هذا انتقلوا إلى الدعاء اللي يفيد منه المجتمع اللي هم عايشين فيه، وما لهمش في ده مطمع شخصي سوى الأخذ بيد الخلق
وإيصالهم إلى دوائر رضوان الحق، ففي دعاء عباد الرحمن محبة النفع والخير الحقيقي للغير. النفع لما بتزداد الرقعة بتاعته الثواب عليه بيبقى كتير ومضاعف، والنفع المتعدي إلى الغير والذي يصل إلى الآخرين ثوابه بيكون عظيم، وهو مما يلزم إن إحنا كمؤمنين نكون عندنا محافظة وحرص على إن إحنا نتعدى بالخير إلى الغير. مش الإنسان يستأثر بنفسه بس، أنت من أداب الدعاء تدعو لنفسك أولا حتى يكون أرجى في القبول، بتدعي لنفسك الأول، تسأل الله المغفرة لنفسك وبعدين تسأل لغيرك أدبا. وفي نفس الوقت لما سألت الخير للزوج والذرية انتقل عباد الرحمن للمجتمع، إن إحنا نكون مصدر سلامة وأمن للمجتمع بتاعنا. الذين إذا رؤوا ذكر الله، لما يتشافوا كده الناس تفتكر، يذكرهم أحوالهم الصالحة النقية التقية بالله تعالى. فكما طلب عباد الرحمن من ربهم أن يكونوا في هذا الدعاء باب هدى وخير ونفع يفيد منه غيرهم، يكونوا كده زي النور الذي يضيء لكل من حوله. وبيصور لك هذا الدعاء معنى رائق جدا في نفوس عباد الرحمن، هو إن عباد الرحمن أهمهم اللي شاغل خاطرهم وبالهم هو إيصال الخير والبركة والنور والهدى إلى ذويهم، خاصة الأهل، الزوجة، الأولاد، وإلى المؤمنين كافة وإلى الناس أجمعين. وده يدل على صفاء سريرتهم اللي بيجتمع مع حسن سيرتهم في حياتهم الدنيا، لأن المؤمن منفعة، إن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك، وإن شاورته نفعك، وكل شيء من أمره منفعة. فعباد الرحمن عارفين إن هم المفترض في هذه الرحلة يكونوا مصدر خير، وعندهم حرص على الخير لأنفسهم ولذويهم خاصة وللمؤمنين كافة وللناس أجمعين، مصدر خير للعالمين. لذا أهم ما نفيد منه من دعاء عباد الرحمن إن العاقل، المؤمن العاقل، ينبغي أن يواظب على الدعاء لأهل بيته بالصلاح والتوفيق والسداد والمعونة والهدى. لابد الإنسان مش يدعي لنفسه بس، يدعي لنفسه ويدعي لذويه، ده شيء مهم، ويدعي للمؤمنين والمؤمنات، ويدعي إنه هو كمان لما ينزل وينخرط في المجتمع يكون باب خير للخلق أجمعين، يكون باب رحمة، يكون باب رفق، يكون باب كرم، يكون باب عطاء، يكون حاني على خلق الله، يكون ذاكر لله بقلبه ولسانه وحاله وجوارحه، فالناس تطمئن وتسكن إلى هذا المؤمن التقي النقي. المؤمن عليه أن يدعو بالخير لنفسه ولأهله وللناس أجمعين، ويسأل الله سبحانه وتعالى كما تعلمنا من دعاء عباد الرحمن إن إحنا نكون مصدر الخير لجميع الأنام، لأنفسنا وأهلنا وللناس أجمعين. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين.